الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى مع حل تيست نمبر 4 بيج 249 249 249 من كتاب بيبي 2023. نبدأ بسم الله تعالى. محافظة القاهرة، إدارة شامل القارية التعليمية، listen and circle، استمع إلى معلمك وضع دائرة. السؤال الأول في نص الاستماع، what is the emergency؟ ما هي حالة الطوارئ؟ رد علي قال له there is something in my garden. There is something in my garden، يعني الإجابة اللي طبعا ما سمعتها في A هي number 1، هي A، يوجد شيء ما في حديقتي. السؤال number 2، what's your name and address؟ ما هو اسمك وعنوانك؟ فقال له أحمد علي 150 Ramsey Street. 100 أحمد علي، عندنا أحمد علي 150 شارع رمسيس، يبقى هنا عندي طبعا B، ده الإجابة اللي أنا سمعتها. سؤال نمبر 3 بيقول عندي are your parents home؟ are your parents home؟ قالوا no they're at home أو they are at home، هم بيكونوا في المنزل. يبقى السؤال اللي أنا سمعته عندي are your parents home؟ هل والديك في المنزل؟ نمبر 4 what should I do؟ what should I do؟ ماذا ينبغي علي أن أفعل؟ فقالوا you should call the emergency، ينبغي عليك أن تكلم حالة الطوارئ. what should I do؟ you should call the emergency. يبقى هنا ده السؤال اللي أنا سمعته what should I do. بعد كده عندي المحادثة بيقول لي listen and complete، استمع إلى معلمك وضع دائرة. عندي هنا عذرا استمع إلى معلمك وأكمل. نمبر عندي سهى وهدى. سهى what are you reading؟ what are you reading؟ ماذا تقرأين؟ قالت لها this is some information about New York City، هذه بعض المعلومات عن مدينة نيويورك. فهتقول لها what famous places can you visit there؟ ما هي الأماكن الأكثر شهرة التي يمكنك زيارتها هناك؟ يبقى هنا what places، يبقى هنا what famous، يبقى هنا what famous، famous مشهور، يبقى number one famous. بعد كده هدى تقول لها you can visit the space of liberty، عايز تقول لها يعني يمكنك زيارة طبعا تمثال الحرية. يبقى هنا عندنا ايه you can visit the statue of liberty، يبقى هنا statue اللي هو تمثال طبعا، يمكنك طبعا زيارة تمثال الحرية في نيويورك. you can visit the statue of liberty. سؤالت لها what space of tours are available there، عايز تقول لها يعني ما هي الجولات المتاحة او ما هي نوع الجولات المتاحة هناك. يبقى هنا كلمة نوع هي kind. قالت لها walking tours يعني جولات التمشية أو المشي، وفي جولات تانية. وقالت لها tours and bus tours، وكمان جولات الحافلات are available daily، يعني كمان تتوفر يوميا أو متاحة يوميا. يبقى تقول لها هنا طبعا جولات بالقارب اللي هي tours، أو عندي هنا boat tours، boat tours and اللي هي جولات بالقارب، جولات بالقارب and bus tours، وكمان جولات بالحافلات أو الباصات and are available daily، يعني المتاحة يوميا. بعد كده السؤال نمبر 3، شو ذا كوريكت انسر فروم اي بي سي اور دي. نمبر 1 اي ام سبيس كير اوف ماي ليتل سيستر، اختي الصغيره. يبقى اي ام تيكينج كير يعني انا بعتني، ده طبعا تعبير على بعضه، تيك كير يعني يعتني، يبقى تيكينج كير اوف ماي ليتل سيستر، انا بعتني باختي الصغيره. نمبر 2 وير، طبعا كلام في الماضي وما فيش طبعا فعل في المصدر، يبقى والفعل عندي جمع يبقى ناخد وير، يعني وير وير يو يسترداي افترنون، اين كنت مساء امس. Number 3 around 702 1000 pandas are طبعا alive، تدي على قيد الحياة. بعد كده عندي number 4، السؤال بيقول a space was in London، بعدين قال لي 4 ومدة زمنية 2 weeks مدة اسبوعين، يبقى how long اللي هي كم المدة التي كنت في لندن، قال له 4 2 weeks كم المدة التي مكثت في لندن. how long was he in London for 2 weeks، ده مدة زمنية، يبقى بيسأل المدة عن المدة how long، how many كم العدد، why لماذا، وين معناها متى للزمان. number 5 please help me ساعدني out the
homework، عايز يقول لي ساعدني في توزيع الواجب اللي هي pass out the homework، يعني ساعدني في توزيع الواجب. Number 6 Mona was reading a newspaper، وعندي هنا طبعا رابط زمني اللي هو مين عندنا when، بيجي بعد منه ماضي بسيط وقبل منه ماضي مستمر. منى كانت بتقرا newspaper لما البارت يبقى الفاعل، وعايز التصريف الثاني للفعل اللي هو خاص بالماضي البسيط اللي هو فلو من فلاي، يبقى ايه؟ يبقى معنى الجمله ان منى كانت بتقرا الجريده when the parrot flew by، عندما طار البغبغان بجوارها او طار من هنا. Number 7 the captain always has، بيكون عنده طبعا على طول كوبايلوت مساعد طيار to fly the plane، لكي طبعا يقود الطائرات. A plane زي طائرة. هنا singer مغني، nurse ممرضة، pupils التلاميذ. Number 8 did على طول محتاج المصدر، نشوف ده شفت did يبقى انا عايز المصدر. Watch الإجابة الصحيحة، watch it في ed، watch it في es، وعندي watching في ng. بعد كده page 250 250 طبعا من كتاب بيت 2023. نمبر 4 سيركل ذا اود وان، اد وان اللي هي طبعا عندي هنا الكلمه المختلفه، اند ريبليس ات واستبدلها وذا كوريكت وان بواحده صحيحه. نخش على طول عشان وقت الفيديو. نمبر 1 سلو وكويك وساد، كل دول صفات، انا عايز طبعا صفه تناسب لان دي طبعا حال، يبقى هابي هابي، لكن هابلي دي ادفيرب حال. سلو بطيء وكويك سريع وساد حزين. بعد كده نمبر 2 فلوت مزمار، كار سيارة، وطبعا كلمة مختلفة. درامز طبول، توبا دي طبعا كل دول آلات موسيقية. ميوزيكال انسترومنتس يبقى هارب قيثارة، أو سيمبلز صاجات. نمبر 3 هيمسيلف بنفسه، هيرسيل بنفسها، يور طبعا الكلمة المختلفة، وعندي اتسيلف بنفسه وبنفسها غير العاقل، العاقل عذرا، وهنا يور طبعا ده صفة ملكية يور، لكن طبعا دول صفات طبعا عذرا ضمائر منعكسه، ضمائر توكيد itself herself himself، يبقى نجيب منها الضمير المنعكس yourself. نمبر 4 build يبني طبعا ده في المضارع. told اخبره، said قال، made صنع، تصريف الثاني من make made، say said، وtell told. والافعال في الماضي غير منتظمه نجيب منهم الفعل غير المنتظم من build built او cut. عندي 20 20 وعندي 30 30 وعندي 40 40 طبعا طبعا هنا الترتيب مش صحيح، الكلمه المختلفه عندي هنا 90 هنا اللي هي 90، عايز نقول 40 20 30 40 50، عد بالترتيب، يبقى هنا 50 اللي هي 50. بعد كده طبعا هنحل على طول وقت الفيديو. السؤال تشو ذا كوريكت انسر فروم اي بي سي اور دي، مس رانيا سبيس وورك ات 7 o'clock، طبعا ستارتس بتبدا العمل الساعة السابعة طبعا صباحا، ده في خلال طبعا ايه الإجابة هتلاقيها موجودة في السطر الثاني. نمبر 2 مس رانيا سبيس يورز اولد، عندها كام سنة؟ قال لي هنا 23 كام عذرا 23 years old، عندها 23 سنة، يبقى هنا 23 23. الأسئلة على طول عشان وقت السؤال عندي هنا نمبر بي، أنسر ذا فولو كويستشن، أجيب الأسئلة التالية. What does Miss Rania tell the children؟ ماذا أخبرت Miss Rania الأطفال؟ أخبرتهم طبعاً she tells them jokes and funny stories، وقصص مضحكة. Number 4 what do children learn in the kindergarten؟ يعني ماذا تعلم الأطفال أو ماذا يتعلم الأطفال في الحضانة أو روضة الأطفال؟ يبقى عندي they learn، هم بيتعلموا to read القراءة، and count ويعدوا كمان، and write ويكتبوا، تعلمون القراءة والكتابة والعد. بعد كده نمبر 6 write a paragraph of 7 sentences، اكتب باراجراف مكون من 7 جمل عن musical instruments يعني آلات موسيقية. طبعا نبدأ نسيب مسافة تعادل كلمة، ونبدأ الجملة بحرف كابيتال، وفي نهاية الجملة نضع فول ستوب. نبدأ بسم الله، نقول I like music، أنا بحب الموسيقى. I like music، أنا بحب الموسيقى. أقول الآلة الموسيقية بتاعتي my favorite musical instrument instruments، أو الآلة instrument اللي هي الآلة الموسيقية بتاعتي is، بتكون الآلة the file الكمانجا the violin يعني آلة الكمانجا. النقطة أقول مثلا بحب العزف على الكمانجا، يبقى I like بيجي بعد منها الفيرب بلس I need، يبقى playing العزف
playing احب العزف على الايه الفايلين. الكمانجا كمان ابدا اقول ان ايه انا بتمرن عليها كل يوم، يبقى اي براكتس اي، انا عاوز اقول ان انا بتمرن عليها كل يوم، براكتس اتدرب، اي براكتس ات، تعود على الكمانجا، اي براكتس ات ديلي، يوميا نتمرن عليها يوميا كل يوم يعني. التدريب يؤدي للاتقان، يبقى عندي نقول براكتس ميكس يؤدي او يجعل بيرفكت، يعني يؤدي الى الاتقان، يبقى practice makes perfect، التدريب يؤدي للإتقان. كمان أبدأ أقول إن أختي بتحب مثلا أو الآلة الهارب، يبقى my sister likes the harp، القيثارة أو أي آلة مفيش مشكلة يعني. هنقول إن إحنا هنتمرن سويا كل يوم، يبقى we practice، نحن نتدرب، we practice together، يعني ايه سويا، نحن نتدرب ايه سويا كل يوم مع بعض يعني. دي الميوزيكال انسترومنت. ممكن نقول كمان هي مثلا هي بتعزف طبعا، she plays، هي بتعزف على طبعا احنا قلنا آلة الهارب، she plays the harp، عذرا هارب على آلة القيثارة، هارب she played the harp، هي تعزف على القيثارة well بشكل طبعا جيد. يبدأ نبدأ نقول تاني، أول حاجة musical instruments، آلات موسيقية، I like music، أنا أحب الموسيقى، جملة طبعا دي جملة، my favorite musical instrument، آلات الموسيقية is طبعا بتكون ذا فايلين، آلة الكمان، I like playing the violin، أحب العزف على آلة الكمان، practice التدريب أو I practice it دي اللي أتدرب عليها كل يوم، practice makes perfect، practice makes perfect يعني التدريب يؤدي إلى الإتقان، my sister likes the harp، بتحب طبعا الهارب القيثارة، we practice together، إحنا بنتدرب سويا، she plays the harp well، وممكن نقول نختم مثلا ونقول مثلا it's a time، مثلا we have a nice time there، we have a nice time، ما فيش مشكلة، أو ما فيش مشكلة، أو أبدأ أقول we، نحن إحنا have قضينا، أو we have نقضي، we have a nice time، نحن نقضي وقت لطيف. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم، ونال إعجابكم بإذن الله تعالى، مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.